هل انت لازم تكون همك هي الوظيفة وتدور عليها براتب ثابت او لا؟ خلينا نبلش. مرحبا جميعا، يعطيكم العافية، جاسر مصطفى وفيديو جديد. اذا كنت لسه مشترك في القناة مش عامل لايك، انزل اشترك في القناة، اعمل لايك للفيديو، خليني تشوف بشكل اوسع، واذا بتلاقيه مفيد ابعته للناس اللي انت ممكن انك انت تشوف انهم ممكن يستفيدوا من الفيديوز اللي نحن عم نحكي عنهم في الشغل. فيديو اليوم فكرة كثير شفتها مهمة، خاصة بعد الفيديوهات اللي حكينا عنها عن الجهات اللي انت ممكن تقدم لها، وانه كل باحث عن عمل ممكن يقدم لها، مثل الوزارات، مثل الشركات، الاستشارات، مثل الشركات، المواقع اللي انت ممكن تدخل عليها لحتى انت تقدر تلاقي وظيفة. بعد ما حكيت هاي المواضيع اجتني فكرة من زميل مهندس صديق لي اسمه احمد، ولقيت بصراحة انه تستاهل انه الواحد يحكي عنها بواحد من الفيديوهات اللي احنا عم نحكي عنهم، سنس انه احنا عم نحاول دائما احنا نساعد بانه كيف انت ممكن توصل للوظيفة اللي انت بدك اياها. الفكرة كانت، هل انت فعليا محتاج او همك الوحيد او هدفك الاول في الحياة هو انك انت تلاقي وظيفة براتب ثابت وتريح حالك؟ خلينا نشوف. خلينا نتفق على شغله معينه، يعني انا مش عم بحكي عن الاشخاص اللي هم اساسا قبل ما يتخرجوا مأمن لهم الوظيفه اللي راح يشتغلوا فيها والشركه تبعت والده او تبع والدته او اقاربه، او عنده كميه الفلوس اللي هي بتكفيه انه يفتح الشغل الخاص بموظفين وبمدراء ويمشي الشغل ويكون ناجح تماما. لا، انا عم بحكي عن الناس اللي ما عندهم هاد الباك اب واللي ما راح يقدروا يعتمدوا عليه. هلا خلينا نكون متفقين انه في شريحة كبيرة من الناس معتمدة بشكل اساسي انه انا بدي وظيفة براتب ثابت شهريا، بدخل ثابت شهريا، اقدر من خلالها اني انا اصرف على نفسي، اصرف على عائلتي، اقوم بواجباتي واسكر كل التزاماتي. وفي ناس ما بتقدر ان هي تبلش اليوم مشروعها الخاص لأسباب كثيرة، ممكن المشروع بده خبرة هو لسه ما قدر ان هو يحصلها من سوق العمل فهو مضطر يشتغل في وظيفة عند الناس، او لسه فكرة مشروع كاملة ما تبلورت عنده لحتى هو يقدر يفتح هذا المشروع، او ما عنده لسه الدعم المعنوي والدعم المادي، وهذا هو الاهم في كل مشروع انت بدك تفتحه واللي هو الدعم المادي. وطبعا كنا عارفين انه في اشخاص عنده ability انه هو يبلش المشروع، معاه شوية فلوس بيقدر يبلش فيها مشروع، عنده فكرة وعنده الخبرة اللي هو بده اياها، لكن هو المشكلة انه غير قادر على انتظار نتائج المشروع المادية. يعني اذا حط كل فلوس في هذا المشروع هو بطل قادر يعيش، لانه ما عنده وظيفة وفلوسه اللي كانوا معه فتح فيهم هذا المشروع. سو المعوقات اللي راح تكون موجودة لحتى هي تمنعك من انك انت تبلش مشروعك الشخصي او مشروعك الخاص اللي من خلاله انت تقدر تحقق كل طموحاتك، هي موجودة، دائما موجودة، لكن بدنا نعرف كيف نحلها. فالواضح من الحكي لغاية الآن السؤال اللي نسأل في أول فيديو، هل أنا محتاج الوظيفة دائما وهي إشي أساسي في حياتي؟ الجواب دائما نعم، الوظيفة هي إشي أساسي في حياتك. لكن إذا خلينا هذا السؤال أشمل شوي وأعم وحطناه في إطار أعم من اللي حكيته أنا قبل شوي، هل الوظيفة هي هدفي الأساسي في الحياة؟ الجواب أكيد لا. أرجوك يعني أوعى يكون هدفك الأساسي في الحياة هي الوظيفة. الوظيفة هي ليست الهدف تبعك في الحياة، لا، الوظيفة تبعتك هي الهدف، أو خليني أحكي الوسيلة اللي راح توصلك أصلا لتحقيق هدفك وغايتك في الحياة، واللي راح توصلك لازم الطريق الصحيح إنها هي هذه الوظيفة، توصلك لتقدر تفتح مشروعك الخاص وتطلع على وجه الدنيا زي ما بيحكوا. سو الوظيفة ليست هدف، ولكن الوظيفة هي الوسيلة اللي راح توصلك لغايتك أو هدفك في الحياة. كيف؟ هاي الوظيفة هي اللي راح تعطيك الخبرة اللي أنت محتاجها من سوق العمل اللي كنا نحكي عنها قبل شوي. هاي الوظيفة لازم تكون هاي الوظيفة تقدر تخليك تجمع جزء من رأس المال اللي أنت محتاجه لحتى تقدر أنك أنت تبلش أساساً شغلك ووظيفتك. ما تكون تشتغل في وظيفة مش قادر تصرف منها على حالك وعلى التزاماتك ويضل عندك جزء زيادة. بعرف انه الحكي هذا كله حكي، خليني احكي، مثالي وحكي نظري والى اخره، لكن الطريقة او الاسلوب اللي انت تلاقي فيه وظيفتك لحتى تكون فيها مارجن شوي زيادة انك انت تقدر تجمع منه الفلوس هي موجودة. سو بليز ما تروح على الوظيفة وتقلل من اهمية نفسك بانك انت تاخد السلري او الراتب اللي انت اقل مما انك انت تستحق او تصرف على نفسك وتقدر تحوش ولو جزء بسيط.
غير هيك راح تعطيك ability انك انت تتعلم. اهم شيء انك انت تتعلم بفلوس غيرك. انت مش عم تتعلم بفلوسك، هذا اهم شيء. تتعلم كل الخبرات اللي بدك اياها، كل الاخطاء اللي انت ما لازم تمر فيها، كل النجاحات اللي انت لازم تتعلم منها، كل الخطوات اللي انت لازم تسلكها لحتى توصل للنجاح اللي انت بدك اياه في العمل اللي انت ان شاء الله ناوي انك انت تفتحه. هذا كله نصيحة اخوية، روح تعلمه من الوظيفة، لا تبلش مشروعك وتتعلمه في مشروعك. في كثير ناس راح يطلعوا قدامك سواء على السوشيال ميديا بيحكوا لك افتح مشروعك الخاص ولو حتخسر فيه اولها. لا، انت تعلم انك انت ما تخسر فيه اولها. انا فتحت مشروع خاص بال 2012، الحمد لله الله ستره ما خسرت فيه، يعني انه مشيت فيه يمكن 6 7 سنين او خلينا نحكي 5 سنين اتليست، وكان مشروع ناجح. لكن سفري خلاني اضطر اني انا ما اقدر اكمل في المشروع في الاردن. فالفكره في الموضوع انك انت اول شيء ادرس مشروعك كثير منيح، تعلم في الوظيفه الاشياء اللي انت محتاج انك انت تتعلمها، اجمع من الوظيفه الاشي او راس المال اللي انت ممكن تحتاجه، او اطلع من الوظيفه تبعتك بالشريك ممكن يشاركك في راس المال حتى انك انت تقدر تفتح مشروعك الخاص. وهلا بنيجي للسؤال اللي كثير مهم في هذا الفيديو، ليش انت لازم تستفيد من الوظيفه لحتى انت تفتح مشروعك الخاص وما تضلك طول عمرك في الوظيفه؟ الجواب اللي عندي انا انه انا قرات جمله كثير 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 بترند في راسي لغايه اليوم، واللي هو بيحكي لك لا احد يصبح مليونيرا ثريا غنيا وات ايفر التعبير اللي انت بدك اياه بالعمل من 8 صباحا لل 6 مساء وتشز بالعمل في وظيفه. حاول انك انت تستفيد من الوظيفه as much as you can، وباي ذا اند اوف ذا داي تطلع بيور اون بزنس، واللي هو راح يخليك انت تحقق شخصيتك، تحقق طموحك، توصل الليفل اللي انت بدك اياه. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. اذا لقيتوا انه احنا ممكن انه احنا نفيد ناس ثانيين، يا ريت لو نعمل لايك لهذا الفيديو وننشر هذا الفيديو بالشكل الصحيح اللي ممكن يستفيدوا منه الناس. واذا مش عامل سبسكرايب او مش مشترك في القناه، فيا ريت لو انت تنزل وتشترك في القناه وتطلب من الناس اللي ممكن يستفيدوا من هاي الفيديوهات انهم يشتركوا في هذه القناه. شكرا لكم. وقبل ما احكي لكم يعطيكم الف عافيه، بدي اذكرك انه احنا علشان هاي الاسباب عملنا للشانل او عملنا الجروب على الفيسبوك اللي اسمها جوب اوبورتيونيتي. بوجهك على الفيسبوك اعمل جوين لهاي الجروب، وبوجهك على السبسكرايب بوتون اعمل سبسكرايب للشانل، اعمل شير از ماتش از يو كان، خلي الناس تستفيد. شكرا لكم جميعا، يعطيكم الف عافيه، واشوفكم في فيديو جديد.